شنو قالت؟ خاصني انقلاب ف هاي 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 وليتي تضربي في الانظمه المغربيه. من انت؟ وانتوما انتوما عسي سعد شحال هادي كنتي عندك هاد الاوديويات وعمرك طلعتي هضرت شي غواك الحتشون فضلتي الحتشون على 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 السياده ها كي قال لك المثل كيحضر الفشلو كيغيب العقل. علاش عمو انت ما تعلموش منين علمتي هاد العفلام وهادشي؟ علاش ما تعلموش حديتي النينه ديالو؟ بوكوا عمو ما حضيهاش؟ قلتها له قلتها له جي لويدي قلت له اتونسيون اتونسيون الناس ما تديرش عييت ما نوصي عييت ما نوصي واش عباد الله عارف السيده مافيا وفي رمضان وقلنا له هذيك خوان خاينه الوطن وكذا وكذا وتصدق جايبها للدار ونعس معها ومسجلها لك لي زوديو وخذات لك تصورات لك كاع داكشي اللي جبدو حتى سمي راه داك الاوديو جبدو حتى سميتي من خاص الباريزي فوالا دخل فهنا تنقول لكم تمهيد باش عمروا اللايفات والجيست اللي كان هو جيست معهود من ايام رمضان تفضل عمر لك الكلمه. يعني الصوت حتى الناس الاسم ديالي تجبد في هذاك الاوديو كيقول له خاص الباريزي يهضر في هذا يعني باش انا نوض ونهضر في القضيه ديال امين مع الاخت اللي هي ايمي انسانه ما بيني وبينها غير الخير لا هي ولا امين انا باش تجبد الاسم ديالي هكا وتقول خاص الباريزي مالي انا رديتني فيما كان شي مشكل ولا شي حاجه كتجيبوا لي زعما موجه زعما تيا هو امين راه مع فلانه ف هذا الشيء لا يعقل. يعني انا ماشي من طبعي انني غادي نهضر على واحد الاصدقاء انهم يداروا ولا فعلوهم فهمتي حتى هو راه غلط معايا يعني نورمالمون يطلب لي اعتذار لان جبت سمعت انا امين انا امين بيني وبينه واحد الاحترام زوين وديك البنت ايمي ما ادانيش واخا عندي بزاف ديال الحوايج دي كوليس اللي وصلوني ديال ما باغيش نبقى نهضر باش من انا راه ما تقيتش وكما كان كنقول انا ما كنتقيت حتى مخفت حتى في شي واحد كي كتبان لي البلان في شي واحد باغي ماشي حتى العاده ما نخافش حتى من واحد ملي اديني ولا ما يادينيش ما عنده ما غادي ما كاينش حاجه بعيد انا بعدا على نفسي راه من 2004 وانا في البالتوك ومن البالتوك دزت ليونا ومن ليونا وجيت لهنا واحد الهوات هادو نقول لهم انا هوات هادو لي الله هوات يلا بانوا غير البارح شهروا بغيت شهروا غير هوات ارا نهضر على فلان ارا نهضر على فلان باش ترى يكون عندي الكونت ويكون عندي الفيديوهات يكون عندهم تفاعل راه داكشي قديم يا والله ما تنوض على ونزيد 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 كعمو كاينين الناس اللي هما واحد الوقيته في الكورونا نجحوا في اليوتيوب ما قدروش يسايروا داك النجاح في اليوتيوب فالشين ديالهم هبطوا كلشي هبط وجاو للتيك توك وما قدروش منهم هاد الانسانه هادي اللي دابا غتبغي نديروها موجه وباغي تهضروا عليها وباغي تعطيوها واحد تسلطوا عليها واحد الاضواء وكلشي غيبقى يسول فيها وهي كتضرب في الملك ديالنا وتضرب بزاف د الحوايج فتنقول لكم هاد الناس هادو باغين صحاب اليوتيوب لحقاش شكون اللي طلعوا صحاب اليوتيوب هم تيليجرامات طالعين فلان طالع من عندكم هاد الدواصه علاش النهار الاول ما تفضحوهاش علاش دابا عاد جايبين هادشي وفي رمضان في لو 6 افريل كان كيوجد باش يدير لا بيب ليها كان تيدير ليها لا بيب على اليوتيوب هادي هي لا بيب اللي بغيتي تخدم لها دابا حقه الواد ارا نديرو هاد الموضوع نديرو اوديو بحال هكذا نخرجوه الناس يبا يتخشوكي دو سعد غردو سعد غي ضحية دو سعد ضحية وسعد مسكين ضريف وسعد جنيف واش وصل الجديد على الدكتورة واه سمعت بزاف الهضرة ها كل شي كيوصلني هنا البريفيات ديالكم كيوصلوني تنقدر ندخل لك الوسط طارك انا ونعرف شنو عندك تليفوناتكم ندخل لهم انا ترى جنود الخفاء تليفونك ندخل له ونعرف شنو كاين شنو مصيفط ليا هذه اكانزوغ يعني مع 3:16 دقيقه ما نقدرش نطلع ولا نتكلم دابا مع العشيه نطلع معك
واستسمح. زعما طلع معايا ولا ما طلعش معايا جا شونج ريان، جا شونج ريان، جا شونج ريان. انا ما نديركش انت كونسيبت وما نديرش هاد خيتنا كونسيبت. انا جابتني حرقه على ان هاد السيده سبات سيدنا وسبات المغاربه وجروب تيليجرام ديال الخوانه، جروب تيليجرام اللي تيحدوا فيه وتيهدوا عباد الله والمشاهير. وليت داكشي اللي لبست انا التريكو ديال القميص دابا، انا مغربي ونموت على بلادي، الحمد لله، الله الوطن الملك طبعا. اللي توشي فوالا، واللي توشي يعني في 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 الملكيه ولا شي حاجه، راه نوض نوض اخويا ندافع انا. وراه دابا هما بغاو يلعبوا عمو لتذكيري فقط وباش الناس تفهم، بغاو يلعبوا على هذا الوتر الحساس ديالنا كمواطنين مغاربه. واي واحد يهضروا لك في دينك ما غتقبلش، يهضروا لك في الوطني في الوطن ديالك ما تقبلش، يهضروا لك في مالكك ما تقبلش. واو. فهنا تنقول لكم انا هذا مجرد افلام. امجد امجد تلفون الافلام. لا ما يتلفونيش انا، ما يتلفونيش انا، كنفرش الافلام السي امجد. انا مش انا ما داخلش هاد الشيء، انا ادخل في الافلام، وملي كنشوف فيلم كنقول له حبس حدك تماك. هاد الفيلم علاش ماشي فيلم؟ حيت فيه الخوانه وفيه فهمت. انا ما نقدرش ندخل فيه في شي حاجه فيها خوانه وفيها بزاف حوت. Pourquoi ? Bonsoir, on est là pour discuter, on n'est pas là pour jouer. عمو هبط زعما هادو مطورين عليا وانا مكلخ وكوا. ها؟ هادشي فيه الجزء الاول والثاني والثالث. Pourquoi هما دايرين القنوات؟ ودابا بغيتو تسلطوا الاضواء عليكم بهاد السيده وعاوتاني تحيوا القنوات. علاش ديروا فينا هادشي حنايا؟ واش حنا شغلنا؟ حنا مالنا؟ سيدة سبات وعيرات حنا نوقفوا لها بالمرصاد، ولكن ما ديرولناش خطة باش انت اسعد بينك وبين افلام وما قدرتيش ليها وديرنا حنا دخلنا الدخلة العوجة. فنشكرك، انا كنشكرك، لا كنشكرك. علاش نشكرك؟ لانك اليوم انا بعدا قلت لك كبرتي لي بين عيني منين طلبتي السماح، ولكن شكرتك وغنقولك شكرا لانني عرفت باللي هادشي كامل في السوشيال ميديا ما تبقاو تثقوا فلا فيا لا في حتى واحد. انا نقولها لكم حيت البيبليك مسكين هو اللي راه بنادم على ود الفيوز وعلى ود المشاهده يقدر يدير اي حاجه. il parle sûrement il a dit quelque chose du mal pour du عين صيفط له فينا هو جيبو نشوفو هذا.